هذا وعقدت لجنة التضامن العربي الإسلامي مع المقاومة الإيرانية ندوة في باريس على هامش مؤتمر المعارضة الإيرانية، ناقشت دعم النظام الإيراني للإرهاب في المنطقة وتسليح وتمويل الميليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن وميليشيات حزب الله اللبناني وغيرهم. وحضر الندوة عدد من الخبراء والمختصين الدوليين الذين شاركوا بأوراق عملهم وأفكارهم بهدف إيجاد سبل جديدة للتعامل مع نظام الولي الفقيه.